كنا من يومين بنتكلم على صلاح، بنتكلم ان احنا محظوظين ان احنا بنعيش عصر محمد صلاح والانجازات كنا بنفتخر بيها الحقيقه. ويعني يمكن ان شاء الله ان شاء الله ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يظهر اكتر من صلاح، مش بس كمان حتى في الكوره وفي العلم وفي الطب وفي الهندسه وفي الثقافه وفي الكتابه وفي الادب، فن كل حاجه. ولكن انا اتكلم على سبيل الرياضه، لعل اللي بيحصل في كابيتانو مصر والدور اللي بيقوم بيه البرنامج ان بيلف في المحافظات عشان يشوف ويطلع المواهب والولاد الحريفه والكلام ده كله، لعل ده ان شاء الله ان شاء الله يكون كده زي ما بيقولوا كده ايه بالبلدي مفرخه، بيطلع من خلاله نجوم وولاد صغيرين يطلعوا بره ويسافروا وينطلقوا، ما يتقيدوش بقى بفكرة الأندية، كل واحد ماسك على اللعيب بتاعه مش عايز يطلعه، أو إن احنا في ولاد شطار جدا وولاد حريفة جدا ولكن مش عارفين إن احنا نلاقيهم لأن اختبارات الأندية زحمة وكتير ومش فاضيين إن هم يشوفوا مثلا نادي كبير بدون ذكر أسماء يجيله 10,000 و20,000 وساعات 30,000 شاب صغير أو طفل يعني داخل في الاختبارات، مش مركزين بقى ان هم يشوفوا بقى الاستلام بتاعه ازاي وبيباص ازاي المهارات ازاي، كله يعني في التقسيمه في السريع يعني. فممكن ولاد يتظلموا، ولكن ولاد دول بياخدوا حقهم في كابيتانو اللي اطلقته طبعا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه والدعم ده كله اللي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضه بصفه عامه يعني، وحتى حرص الرئيس في اكثر من مناسبه ان هو يلتقي الولاد دول في المحافظه اللي هم موجودين فيها سواء كان في الصعيد او في بحري او في اي مكان ويقابلهم ويحمسهم، لان ده الحقيقه هم دول الامل ان شاء الله ان احنا يكون عندنا اكثر من محمد صلاح في السنين اللي جايه. نتمنى ده باذن الله يعني. يلعب الكره لقدام، يغطي كويس قوي، عاجبني قوي 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 عبد الرحمن مصطفى ابن الغربيه على نص الملعب اللي ما كويس قوي عبد الرحمن مصطفى. عبد الرحمن انا لفت نظري قوي كابتن طارق الباك ليفت رقم 3، شكله حلو في الملعب ولمسته جميله، ممتع. اتوقع لك يا ابني حاجه كويسه والله. عايز يعدي عبد الرحمن انتشار كويس قوي، يدقى كويس قوي ويعدي. يا ولد عبد الرحمن مميز في كل مكان. يا ولد يا عبدو. عبد الله كهتاني عليه، بيلمس الكرة كويس، كنترول كويس، تحركه كويس. يلعب الكرة في الشمال، حلو قوي، يجري عبد الله عيد في الشمال، يرقص. احمد شالها ودي كانت صعبه جدا، تكنيك اللي شال بيه الكوره اكبر من سنه. عبد الفتاح بتشيل الكرات، راح اللي راح عبد الفتاح شال الكوره، منع الخطوره. محمد عمرو ياخد الكرة كويس قوي من قدامه، يعدي محمد عمرو ياخد الكرة
قوي قدامه يعدي يعدي محمد عمرو. عند محمد عمرو اللي يلم الكره كويس قوي عمرو ويعدي. يا ولد على المهاره يا ولد على المهاره يا ولد على المهاره. ده كويس قوي خلصها لنفسه وعدى. هايلين هايلين ما شاء الله محمد عمرو وعبد الرحمن وكلهم الحقيقه ما شاء الله. شفت حضراتكم المواهب الجميله دي، وهي دي بقى النجاح، او النجاح بيتم من خلال الخلطه والوصفه والطريق ده. تدور وتنزل وتبص وتنقي المواهب دي وتوفر لها بيئه كويسه وتوفر لها كل المؤهلات ان هم يبينوا طاقتهم ويتعلموا صح الكوره ويقدروا بالتالي ان هم يحققوا مستقبل افضل ليهم وللرياضه المصريه، عشان يبقوا كلهم ايجيبشن كينج، يعني الملك المصري كده زي محمد صلاح.